صباح الخير يا هايدي. سعد لي صباحك يا رشا. كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله، الحمد لله دوم. ودائما نقول الحمد لله على كل شيء. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا مرافقين صباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم وبدايه يوم جديد، يا رب هذا النهار يكون حلو على الجميع ويحمل لنا الخير الصحة والرزقة الكريمة وراحة البال والسعادة لأرواحنا ولقلوبنا. بداية هذا الأسبوع خلونا هيك مثل ما بنقول دائما البدايات هي الأجمل دائما بحياتنا يا هادي، فإن شاء الله نقدر أو نحاول نعمل شيء ضمن الأيام يلي جاي. مشوارنا بلش معكم وضيوفنا اليوم من مجالات مختلفة، وأكيد حيكون عنا وقفة ضمن المحافظات السورية ضمن تقارير لنعرف أخبار أهلينا لليوم. يسعد صباحكم عن جديد. وأكيد بدوري بدي صبح عليك المشاهدية الأخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا، صباحكم رضا وأمل وراحة بال مع بداية صباح جديد وأسبوع جديد. وأكيد أمنياتنا لكم مشاهدينا اليوم وكل يوم أنه تكونوا بألف خير وصحة وعافية، وأيامكم الجاية تكون أحلى. أكيد نحن بنترافق معكم لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعة، إن كانت طبية أو حتى اجتماعية، وأكيد تقارير بالمحافظة السورية. ولكن مثل العادة خلونا نطلع سوا لفاصل صغير وراجعين. يا شام، ودائما بنقول الله يحمي شام وكل المحافظات السورية. بداية صباحنا وكالعادة خلينا نكون ضمن ذاكرة الأيام اللي دائما بتحمل تواريخ جدا مهمة تسجلت بتاريخ هذا اليوم. اليوم 18 أيار، كثير من الأحداث تسجلت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوراً على فرنسا، وبعام 1910 الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي، وبعام 1974 الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان ابتسامة بوذا، وتصبح بذلك سادس دولة نووية في العالم. من الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم، من عام 1872 بريتراند راسل، فيلسوف وعالم رياضيات وكاتب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1950. ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم، من عام 2007 بيير ديجون، عالم فيزياء فرنسي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1991. والثامن عشر من أيار هو اليوم العالمي للمتاحف. وأكيد من روزنامة التاريخ لفقرة هل تعلم اللي عم تكون موجودة دايما ضمن صباحنا، غير معلومات جديدة ممكن منعرفها أو عم نتعرف عليها للمرة الأولى. خلونا نتابع سوا وراجعين. هل تعلم بأنه أشعة الشمس صباحاً بتكون غنية بالفيتامين يلي بيقوي الجسم، وخصوصاً الفيتامين د يلي بيقوي العظام، في حين بتكون ضارة للغاية بفترة الظهيرة؟ وهل تعلم بأنه تناول حبة برتقال واحدة بتكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟ وهل تعلم بأنه الترمس من الأطعمة يلي بتزيل الحموضة من المعدة؟ فالمصريون القدماء لجأوا إلى استخدام الترمس المطحون مع عسل النحل للتخلص من مشكلة حموضة المعدة. الشاي يعد مشروب محبب للكثيرين، لكن هل تعلم بأنه يعد من المشروبات الهامة يلي بتحتوي على نسبة كبيرة من الفلورايد المهمة لصحة الأسنان؟ أخيراً لكل محبي الملح الزائد بالطعام، هل تعلم بأنه يعد المسبب الرئيسي لمرض ترقق العظام؟ وبأول تقاريرنا لليوم حنروح لحمص ولجامعة البعاثي اللي كرمت الأوائل حاملي شهادة الباسل للتفوق الدراسي في كليات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والسياحة والتربية الموسيقية. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا أسامة الديوب.
تقديرا لتميزهم كرمت جامعة البعث طلاب الأوائل حاملي شهادة الباسل للتفوق الدراسي في كليات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والسياحة والتربية الموسيقية، وذلك بحضور الهيئة التدريسية وذوي الطلبة. طبعا هذا التكريم بيعطي حافز للطلاب، تكريم للأهالي، تكريم لأعضاء الهيئة التدريسية، ونتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح، ودائما نسعى إلى بلورة التكريم هذا من خلال لقاءات الطلبة، من خلال تحفيزهم. الطلاب المكرمون أكدوا مضيهم في مسيرة العلم على طريق التفوق لتحقيق الهدف المنشود. أنا فخورة اليوم كتير بهذا التكريم، هذا الشيء حافز لنا لنكون نحن ونبني الوطن، لنكون أجيال محفزة للأجيال اللي جاي، نكون نحن نبني الوطن. بتشكر الكل اللي كانوا دعم إلي بهذا التكريم اليوم. نتيجة التعب شيء عظيم طبعا، يعني نحن الحمد لله بفضل تعبنا وبفضل دعاء الأهل وأساتذتنا الكبار الله يخلينا إياهم والدكاترة المقدرين، كانوا سبب كبير بوصولنا لهالمرحلة والحمد لله رب العالمين. هذا التكريم بيعطينا كتير هيك حافز كتير كبير بالنسبة لنا، لأنه هلا نحن بدنا نكون مقبلين على الحياة العملية. نتشكر كل من خلانا نوصل لهذا التكريم، أهلنا، مدرسينا، دكاترتنا، وإن شاء الله كل حدا هيك بيوصل لهدفه وبيحقق أحلامه. تكريم حافز كبير لنا وفرحة لا توصف، النجاح صعب بس له يعني بهجة بالأخير. كل الشكر لكل اللي وقفوا معنا وسندونا. التكريم حافز جدا كبير، يعني بالنهاية صح النجاح بالبداية ورح يكون صعب، ولكن بنهاية ثمرة النجاح كتير رائعة وجدا رهيبة، ونحن دائما بنسعى دائما لوصول الهدف. يأتي التكريم في إطار تحفيز الطلاب على المزيد من التفوق والعطاء للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية في جامعة البعث. وسام ديوب، الأخبارية السورية، حمص. أما هلا مشاهدينا فصباحكم صحة وعافية، ورح نحكي اليوم رشا عن موضوع بهم كتير من السيدات والصبايا اللي عم يتابعونا. رح نتعرف على متلازمة المبيض متعدد الكيسات، هي الحالة الهرمونية الشائعة يلي بتصيب النساء بسن الإنجاب، وعادة ما بتبلش بسن المراهقة، والأعراض أكيد بتختلف مع مرور الوقت وبتختلف من سيدة لأخرى. لكن اليوم يمكن أكثر من 100 مليون امرأة مصابة بهيدي المتلازمة، فيمكن نسبة كتير كبيرة لهم. أكيد يا هادي، مثل ما قلتي هذا الموضوع بهم نسبة جدا كبيرة من النساء. عم نحكي اليوم عن حالة ممكن تؤدي إذا ما كان في مراقبة، ما كان في علاج بالوقت المناسب، لتأخر الإنجاب وبعض الحالات للعقم. هنروح لنحكي أكثر عن هي الحالة، أسبابها، أعراضها، وهل اليوم الوقاية منها هي كفيلة لحتى السيدة تبعد عن هي الحالة. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة سارة جنيات، أخصائية أمراض نساء وجراحتها. هاي سعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. بداية عم نحكي موضوع كتير مهم، ويمكن بوقت الحالي نسبة كبيرة من السيدات والصبايا بتعاني من تكيس المبايض، ولكن كان هو بيفرق عن المبيض متعدد الكيسات. خلينا يمكن نوضح الفرق بيناتهم، لأنه كتير اليوم بيكون في خلط. خلينا نتعرف أول شيء على متلازمة المبيض متعدد الكيسات، نحن شو بنقصد فيه؟ هلا المتلازمة المبيض متعدد الكيسات هي متلازمة، فهي اجتماع عن كذا عرض بنفس الحالة المريضة، فهي عبارة عن اضطراب هرموني شائع مثل ما حكيتي، انه بيصيب النساء بسن النشاط التناسلي، نسبته تقريبا 4 على 10%. وهي المتلازمة هي عبارة عن تشكل مثل كيسات صغيرة عن المبيض، تاخذ مظهر عقد اللولو مع علامات فرط اندروجين تمام وقلة الإباضة. طيب دكتورة، كثير بنسمع معلومات شائعة بين النساء، يعني ممكن صبية تقول لك أنا أمي كانت هيك، أنا حدا بعيلتي أكثر من حالي، فأنا اليوم معرضة لهي الإصابة. هل اليوم هاي الحالة هي سبب عم بيكون الوراثة، ممكن تروح لي الوراثة؟ خلينا نحكي للأسباب بشكل عام، ونحن اليوم عم نحكي عن خلل هرموني. يعني صح.
هلا للاسف انه متلازمه مبيض متعدد الكيسات هي مجهوله السبب، ولكن انه العوامل الوراثيه مثل ما حكيت انها في مورثات متهمه بحدوث انه هي المتلازمه، وفي عوامل ثانيه يعني بتعمل فلاش للمتلازمه وبتحفز انه تصير المتلازمه عند الصبيه. منها المقاومه الانسولين لانه بترفع من مستوى هرمونات، بتعمل فرط اندروجين عند المريضه، عوامل ثانيه مثل زياده الوزن، التغذيه الغير سليمه، الستريس ممكن تعمل اضطراب، ما هي اضطراب هرموني، ففي عندنا خلل بالهرمونات ممكن تكون على مستوى المبيضين او على مستوى المحور الوطائي النخامي او على مستوى الكذرين. ففي اسباب كثير انه متهمه بهذا الشيء. بما انه عم نحكي عن الاسباب، حتى كمان بنسمع كثير انه ممكن تكون اسبابه مجهوله، مو معروفه شو السبب، هون بيكون ممكن نقدر نشخص الحاله؟ هلا انه نحن لنشخص الحاله في كذا، في معيارين بتتحقق، معيارين من اصل ثلاثه لنشخص المتلازمه، ولكن هي اجمالا انه مجهوله السبب. من الاعراض هلا مثل ما حكينا انه بتتفاوت من مريضه لثانيه، يعني في فتيات انه بيجوا باعراض غير واضحه من البدايه، مع الوقت بتتطور الاعراض توضح بشكل اكبر، وفي فتيات بيجونا باعراض واضحه بالمراحل الباكره. طيب كونك ذكرتي حضرتك الاعراض، خلينا نروح للاعراض اللي ممكن من خلالها يعني تعرفي انه هاي الصبيه عندها هاي الحاله. قلتي في اعراض ممكن ما تكون ظاهره، يكون حاله مستمره او الى وقت كثير طويل ولكن بدون اعراض كثير واضحه. خلينا هيك نفصل ونعطي اعراض للصبايا لك لحد اليوم عم شفنا. هلا من اهم الاعراض يلي بتعمل هاي المتلازمه عندنا مثل اضطراب البيريود يلي هي الدوره الشهريه، فممكن يصير في عندنا تباعد بالبيريود لفترات طويله، او ممكن تاخر الطمس، او ممكن انه انقطاع الطمس. والعرض الثاني ممكن يصير في عندها حب شباب، زياده بحدد حب الشباب بسبب انه فرط الاندروجينات يلي هي عوامل هرمونات ذكريه، وكمان ممكن بسبب انه البداني بصير عندها، وبداني جذعيه يعني بتكون بمنطقه الجزع، وزياده الوزن، وممكن انه تعمل يصير في عندها خشونه الصوت، ممكن صلع نمط ذكري، ممكن شواك اسود. كل هاي الاسباب يعني كل هاي الاعراض وراء انه فرط الاندروجينات عندها. يعني ذكرتي اعراض كثيره، وممكن فعلا كثير من الصبايا او السيدات ما تكون واعيه لخطوره هذا العارض. في حال تم الاهمال اليوم بموضوع هي العوارض، شو ممكن يصير اليوم عند المراه؟ هلا ممكن يصير في عندها مضاعفات، يعني على المدى، شو هي المضاعفات؟ انه على المدى القريب والمدى البعيد. هلا على المدى القريب ممكن يصير عندها مثل ما حكينا حب شباب، بداني، ممكن يصير عندها تاخر بالانجاب، وهو يعني معظم انه المرضى العقم ممكن يكون عندهم بي سي او. بينما على المدى البعيد ممكن تعمل انه داء سكري من نمط ثاني، ممكن تعمل امراض قلبيه وعائيه، ممكن تعمل حتى مشاكل نفسيه للفتاه، يعني بسبب انه هي الحب الشباب والشعرانيه عندها. دكتوره هل صحيح انه ممكن تؤدي لسكتات دماغيه يعني حسب المعلومات الطبيه الشائعه؟ ممكن بسبب انه مثل ما حكينا انه لانه مؤهبه لداء سكري ومتلازمه استقلاليه. طيب اليوم ممكن الصبيه تصل لمرحله انه هي صار عندها عقم بسبب هي الحاله، هل اليوم الاهمال ممكن يصل لهي المرحله او عدم اكتشاف الحاله من اولها؟ هلا مثل ما حكينا هو حلقي المتلازمه المبيض متعدد الكيسات هي حلقه معيبه، فكل ما نحن شخصناها ببدايتها لانه هي درجات يعني، فنحن ممكن نحصل على علاج افضل، وانه اكيد في علاج يعني مو انه. طيب خلينا بما انك ذكرتي دكتوره موضوع العلاج، نبلش نتعرف كيف عم تكون رحله العلاج. نحن ممكن نبلش هذا العلاج بشكل بسيط من خلال ادويه معينه، ام لا نحن ممكن بحاجه فورا للعلاج الجراحي؟ خبرينا اكثر عن طرق العلاج الموجوده اليوم لحتى نعالج هي المشكله. هلا حسن الحظ انه العلاج هي المتلازمه، الخط الاول لعلاج البي سي او هو العلاج المحافظ، يلي هو عباره عن كسر الحلقه المعيبه يلي عم تعمل متلازمه البي سي او من خلال اتباع هيلثي لايف ستايل، يعني من خلال ممارسه الرياضه، ممكن انه انقاص الوزن، يعني انقاص الوزن نسبه 5% ممكن كثير يحسن من الاعراض يلي عم تعاني منها الفتاه، ومن خلال انه كمان اتباع حميه
منخفضة الكربوهيدرات منشان انه نقلل من مقاومة الانسولين. وبنجي للخط الثاني لعلاج انه هرموني، فممكن انه بالعلاج بالمشاركة بالادوية بحال فشل العلاج المحافظ، بس هو العلاج المحافظ هو مشارك بكل المراحل العلاج، وممكن كتير انه يوقي من النكس هاي المتلازمة. وممكن انه نلجا للتنظير لتثقيب المبيضين منشان لعلاج حالات العقم او الحالات الثانيه. طيب دكتوره، ايمتى اليوم طبيا حضرتك وكل الاطباء بيضطروا او بيروحوا للتنظير والجراحه؟ يعني اليوم شو بتكون تصنيف الحاله؟ هلا هي بالحالات انه العقم، يعني عرفتي ممكن بحالات العقم ممكن ان احنا نضطر انه لا، اذا السيد بدها انه مشان الانجاب ومشاكل الانجاب، فاذا بدنا نحل وصلت لمرحله العقم الصبيه، ايه، فنحن ممكن انه نتدخل بتثقيب المبيضين. شو نتائجها بتكون بعد العمليه؟ هلا النتائج هي متفاوتة، يعني عرفتي انه متفاوتة من مريضة لتانية حسب الاستجابة، ولكن انه في نسبة ممكن يصير في حمل عند الصبية. ممكن يعني هو التنظير هو استقصائي وعلاجي بنفس الوقت، يعني بنفوت بالتنظير منشان نكشف سبب العقم، ممكن انه يكون سبب مو هو بس بي سي او، فنحن استقصائي وعلاجي بيكون بنفس الوقت. معناته هو العقم مؤقت خلينا نقول بهي الحاله، هو وليس انه هو متلازم، مثل ما حكينا انه قد ما نحن بنحافظ على هيلثي لايف ستايل قد ما انه المريضه بتستفاد اكثر. تمام، ذكرتي نحن لازم نحافظ اليوم على نمط حياة وأسلوب حياة وتحديدا يمكن النظام الغذائي، خلينا نحكي عنه ونوضح أهميته اليوم قديه بتساهم أكيد بنحن نتخلص من هي المشكلة أو نحد منها نوعا ما، لأنه بتلاقي أغلبنا بيعتمد على نظام أغذية ما هو متوازن أبدا، ما عم نقدر يمكن الأغلبية ياخذوا البروتينات الكافية، عم يعتمدوا أكثر على الهرمونات. خلينا نوضح اليوم النظام الغذائي، نحن يمكن ما لازم نحرم حالنا بس على الأقل نعمل حمية ونبعد عن اي شيء ممكن يزعج عن السكاكر اكثر شيء، الحميه بتكون منخفضه الكربوهيدرات، بنلجا للتناول الاطعمه اللي فيها سكريات احاديه بسيطه سهل استقلابها، بس بتكون كثير تطلب السكر بهيدا الوقت والحلويات، فنحن ممكن نعمل هون حميه ولا طبعاً. لا خلص نمتنع على اكيد، لا مو انه امتناع، لانه في بالنهايه في حاجه يوميه بيتطلبها الجسم منشان يقوم بوظائفه، فنحن لازم انه الحميه تكون منخفضه الكربوهيدرات، واكيد لازم انه يكون نمط الغذاء متوازن، يعني فيه جميع العناصر الغذائيه اللازمه، بس نحن بنأكد انه على انه منخفضه الكربوهيدرات منشان نقلل من مقاومه الانسولين. طيب دكتوره، اليوم الصبيه وقت اللي بتجي لعندك وبتبلشي تشخصي الحاله وتحددي اليوم نوعها، هل هي يعني خلينا نقول ببدايتها هل هي الى فتره منيحه، يعني بتبلشي بالعلاج وخلينا نقول انه الصبيه عدت مرحله العلاج وراحت للشفاء، فيما بعد هل هي الصبيه مفروض تبقى عم تراقب وضعها؟ هل لازم يكون في تشييك دوري عند حضرتك عند الطبيب لحتى تتاكد انه ما بقى عم يرجعوا، لانه هي ممكن في حال ترجع فيما بعد ممكن انه تنقص، مثل ما قلت لك انه اذا ما التزمت بالنمط الحياه الصحي كل قد لازم يكون في يعني كل زياره 6 شهور لسنه، انه اذا ما في اعراض، يعني في اعراض سواء كان في اعراض او ما في اعراض انه لازم تعمل تشيك اب انه كل 6 شهور. نرجع لنفس العلاج او ممكن العلاج المحافظ لازم انه دائما، يعني انه ما في اليوم الصبيه يعني بسبب مشاغل الحياه والضغط اليوم ما كثير عم يصير في تقييد، يعني ان كان بالنظام الغذائي ان كان بالامتناع عن الحلويات اللي عم تحكي عليها. تمام، في فوضى غذائيه كثير صعبه، صرنا نشوف اليوم صبايا يعني بتطلعي بهيئتهم بتلاقي مش شعرانين زياده عن اللزوم. صحيح، وهي مثل ما ذكرتي حضرتك احد اسباب الشعرانيه هي القصه، يعني فهي المتابعه لازم يكون في تعاون يعني بين الطبيب والمريضه، بحيث انه تتابع بشكل دوري عن الطبيبه وتلتزم بالوصفه، يعني في مرضى نحن بنكتب لهم وصفه ما بياخذوها شهر، يعني مثلا كورس العلاج 3 شهور هي بتاخذها انه مثل انه بتفكر مثل سيتامول او شيء يعني، فبتاخذ انه لشهر وبتوقف، فهيك هي ما رح تحصل على نتائج. فالعلاج لازم يكون انه المريضه تلتزم بالعلاج الوصفي اللي كتب لها اياها الدكتور مع المتابعه الدوريه عنده. طيب في حال اذا نركز على العلاج الدوائي، هي الادويه ممكن يكون إلى اثار جانبيه ضاره على صحه المراه؟ في حال كان هي المراه عندها امراض مزمنه معينه ممكن تاثر عليه ام لا هي ما بتاثر؟ لا، هي
نسبيا انه امنه يعني الادويه، بالعكس تماما يعني وجود المتلازمه ممكن هو يعمل لها المضاعفات اللي تضرها، يعني مو انه العلاج بحد نفسه. هو كلمه ادويه هرمونيه ممكن يكون مصطلح مخيف للصبايا، انه انا اليوم بدي اخذ ادويه هرمون راح يدخل على جسمي. احنا اليوم ما في يمكن هي الثقافه الطبيه عند كل حدا فينا لنعرف اليوم تكوين هذه الادويه ممكن شو يعمل التاثير، لذلك خلينا هيك نطمن الصبايا اليوم انه هدول الادويه الهرمونيه هي ادويه مؤقته، رحله علاج وراح تمضي. يعني هلا هي الادويه الهرمونيه احنا ما عم ندخل هرمونات جديده، هي الهرمونات بالاساس موجوده عندها، بس انه من مصدر خارجي منشان تنظم الخلل الهرموني عندها. يعني مثل ما حكيت انه هي في عندها خلل بتوازن الهرمونات، فهي الهدف من هي الادويه انه منشان نحن ننظم البيريود عندها، ننظم هي الهرمونات منشان انه الاعراض تخف عندها. طيب خلال حديثنا كنا عم نقول انه السيدات او الصبايا البدينات هنون اكثر يمكن عرضه الاصابه بهي المتلازمه، طيب نحن ممكن نشوف كمان صبايا نحيلات كمان عم بيعانوا من هي المشكله ام مو شرط؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا ممكن انه نشوفها موجوده عندها. كمان موجوده عند، بس ولكن بنسبه اكبر عند البدينات. عند البدينات بيكون بنسبه اكبر من الاشخاص النحيفات. طيب دكتوره دائما في خلينا نقول معلومات مغلوطة بين الناس، قصص متداولة، يعني إذا بدنا نرجع دائما للمصادر الطبيعية، اليوم بجوز يعني حدا يقول إنه بعض المشروبات ممكن تخفف من هاي القصة أو تمنع هاي القصة، هل هذا الشيء صح أو لا؟ لا ما يعني ما في إنه شيء علمي يعني الصراحة، يعني إنه بطب الأعشاب وهالقصص، فكتير بيجونا مرضى بيراجعونا إنه إذا شربنا هيك ممكن تخفف الاعراض. هلا ما في شيء علمي يعني نحن بس هي بنستعمله بالجايد لاين، دليل انه اليوم مرضاكي عم يحكوا بنفس الفكره. يعني طيب يعني احنا يمكن قلنا انه في فرق اليوم بين مبيض متعدد كيسات وتكيس المبايض اللي عم نشوفه بشكل كثير كبير، في الاعراض نوضح بيناتهم الفرق بين هذا العارض وهذا العارض، مشاكلهم او طرق العلاج، خلينا نوضح اكثر لانه يمكن اليوم ما في وعي بهذا الموضوع، ما عم نعرف يمكن نفرق اذا معنى هيك او معنى هيك. هلا مثل ما حكيت انه المتلازمه هي عباره عن تواجد معيارين من اصل ثلاثه، بينما الكيسات ممكن الاعراض تكون متشابهه ولكن الفرق هو تصوير الايكو، يعني الاعراض اللي بتعاني منها السيده ممكن انها تكون متشابهه، يعني الاعراض الكيسات عند المبيض عند السيده ممكن تعمل لها عقم، ممكن تعمل لها شعراني، ممكن تعمل لها بداني، نفس الاعراض تماما، ولكن هو التصوير الايكو هو المفرق بيناتهم. وعدا عن ذلك انه المتلازمه هي اجتماع كذا معيار بنفس السيده. تمام. فالكيسات المبيض يعني ممكن تكون كيسه وحده انه رائقه بنشوف نحن مواصفاتها، بينما المبيض متعدد الكيسات المبيض بياخذ شكل اكثر من 12 كيسه صغيره على المبيض تاخذ شكل مظهر عقد اللولو، بينما الكيسات المبيض ممكن تكون وحده او تنتين. يعني علاجها اخف واسرع وابسط. هلا ممكن الكيسات المبيض انه نضطر لجراحه، يعني اذا كان فيها يعني محتواها عكر او اذا كانت عم تعمل الم عند المريضه، تهديد بانفتال مبيض، فممكن انه طريقه العلاج الدوائي نفسها، ولكن ممكن انه نحن نلجا للجراحه اكثر بالكيسات المبيض. تمام. طيب دكتوره في حالات اذا كانت صبيه مصابه بهي الحاله يصير عندها حمل في بعض الحالات؟ هلا الكيسات المبيض والمتلازمه البي سي او انه ممكن يصير عندها حمل، ولكن بالنهايه ممكن تخف اليوم من الاجهاض بسبب هي الحاله او لا؟ هلا ممكن يعني صراحه بس انه مثل ما حكيت انه وجود المتلازمه المبيض متعدد الكيسات او كيسات المبيض بتقلل من فرص الحمل، ولكن يعني هي مو مثل اليوم. ممكن يعني ما فينا ننفي الحمل يعني بس طيب. ممكن بتخاف شوي السيده لانه بيقلل فرصه الحمل عندها، يعني مثلا السيده الطبيعيه 25% ممكن يصير عندها نسبه حمل اذا كان جماع منتظم، بينما عند السيد المتلازمه بي سي او بيكون فرصه الحمل بتكون اقل عندها. يمكن هذا اكثر شيء اليوم بهم السيدات والصبايا موضوع الانجاب. طيب نحن ذكرنا انه هي الحاله الهرمونيه عم تبلش يمكن بمرحله المراهقه من عمر صغير، طيب ليش نحن عم نشوفها من عمر صغير؟ شو الاسباب اللي عم تكون موجوده عند هدول الصبايا لحتى عم تتشكل عندهم هي المشكله؟
هلا حسب مثل ما قلت لك المستويات الهرمونيه عندها، يعني في سيدات بيكون عندهم تبدا الاعراض بيعمل يعني هي اجمالا بتصير هي المتلازمه بسن النشاط التناسلي. تمام. فحسب نمط الحياه قيمه نمط الحياه وقيمه التحاليل الهرمونيه كلها هي بتتدخل وبتسرع مثل ما قلت لك، انه لما يكون نمط الحياه غير صحي هذا الشيء بيعمل فلاش للمتلازمه يعني ابكر. صح، يكون بيئة يعني مهيئة لحد بتهيئ يعني انه تظهر الاعراض اكثر. طيب خلينا دكتورة، يعني ذكرتي من خلال حديثك كثير من النصائح وطرق الوقاية، اذا هيك بدنا نلخصهم بعناوين اليوم لعنوان الفقرة، يعني اليوم شو اهم النصائح بتوجهي فيها للصبايا وطرق الوقاية؟ خلينا نذكر فيها. هلا من النصائح اللي بوجهها هي اهم شيء مثل برجع باكد انه الهيلثي لايف ستايل، يعني من خلال ممارسه الرياضه، الحفاظ على الوزن الطبيعي، انقاص الوزن اذا في عندي بدني، التغذيه السليمه، وكمان ممكن انه التحكم بمستويات الانسولين، يعني اذا مريضه عندها سكر عندها تتحكم بمستويات السكر الدم عندها، واكيد انه المتابعه مع الدوريه مع الطبيب والالتزام بالوصفه اللي بيحطها الطبيب، وكمان الدعم النفسي، كمان الدعم النفسي كثير لازم ناكد عليه، لانه كثير في فتيات يعني بيعانوا، بيصير عندهم اكتئاب، بيصير عندهم قلق من هي الاعراض، فنحن لازم ندعمهم نفسيا كمان. صحيح، هي بحاجه لكثير من الدعم النفسي اليوم، لانه عم تعيش بحاله كبيره يمكن من الاكتئاب والقلق خلال هي المرحله. طيب اليوم المبيض متعدد الكيسات في له انواع، في له درجات ان كان خفيف او متوسط او شديد، خلينا نوضح اذا في انواع. هلا انه مو انه انواع، درجات يعني خفيفه متوسطه شديده، فهي الدرجات تختلف من 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 سيده لسيده حسب الاعراض حسب التحاليل حسب. شو اكثر شيء شائع عم بتلاحظيه اليوم عم بيراجعوك فيه الصبايا او السيدات؟ هلا الشعرانيه اكثر شيء، يعني اكثر شيء انه مثل مرضى البي سي او عم يراجعوني بشعرانيه اكثر شيء وحب الشباب. طيب دكتورة ذكرتي ناحية جدا مهمة وهي الحالة النفسية، اليوم بالخطة الدوائية عم يدخل حبوب تنظيم الحمل ضمن العلاج؟ اليوم في عنا صبايا غير متزوجات واليوم ممكن بخافوا من هاي النقطة، اليوم هل في تأثير سلبي فيما بعد لإله؟ هلا نحن بنحط الصبايا على كورس علاج، انه مو انه بشكل دائم انت تاخده، بس لنطالعها من هي الحلقه المعيبه اللي عم تعيش فيها، يعني انا ما بنحط المريضه على موانع حمل او هي الادويه الهرمونيه خلال انه مدى الحياه، لا ما في شيء هيك اسمه، نحن بنحطها مثلا كورس 3 شهور ممكن نجدده ل6 شهور، بنطالعها من الحاله اللي هي فيها وبعدين بدنا ننصحها بانه تتبع الهيلثي لايف ستايل يعني. تمام. بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتوره ساره جنيات اختصاصيه امراض نسائيه وجراحتها، شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيكم. نحن مكملين وكالعاده تعودنا كل نهار سبت يكون عندنا وقفه بصباحنا لنشوف احوال طقسنا بالاسبوع القادم كونه نحن ببدايه الاسبوع، ودائما المتنبئ الجوي حسان الشردي بيزودنا بمعلومات. مرقنا هيك بفتره كانت كم نهار ولكن بلشنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، رح نعرف أكثر كيف حيكون طقسنا، هل حيكون في منخفضات جديدة أو خلاص نحن دخلنا الصيف اللي دائما الأرصاد الجوية بتحكي عنه يا هايدي. خلينا نروح فورا للاتصال. سعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. سعد صباحك يا هلا. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ حسان. طبعاً أستاذ خلينا نتعرف من حضرتك كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية، خبرنا أكثر عن درجات الحرارة خصوصاً أنه عم نلاحظ ارتفاع شديد اليوم بدرجات الحرارة، خبرنا أكثر كيف عم تكون الأجواء بشكل عام. تكرم عينك. صباح الخير الجديد لإليك لزميلتك للإخبارية السورية. بشكل عام نحن بلشنا نتأثر بكتلة هوائية حارة نسبياً، بلش تأثر على المنطقة وتؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، ارتفاع راح يكون بشكل تدريجي ومستمر خلال هيدا الاسبوع، هيدا الاسبوع مختلف تماما عن الفتره السابقه اللي عشناها، وذكرنا بنشرات سابقه لقلنا انه في ارتفاعات، الاجواء راح تتراوح ما بين اجواء راح تكون ربيعيه دافئه الى اجواء حاره نسبيا بمختلف المناطق. اليوم بشكل عام نحن تحت تاثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات شماليه غربيه بطبقات الجو العليا، بلشت الفتره الهوائيه الحاره نسبيا تاثيرها على المنطقه من اليوم. الحرارات اليوم بتستمر بالارتفاع لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئويه بشكل عام. الاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا، الاجواء عم تكون ربيعيه دافئه بمختلف المناطق معتدله بالمرتفعات الجبليه والمناطق الجبليه،
عم تكون حارة نسبيا بالمناطق الشرقية الجنوبية الشرقية الجزيرة والبادية السورية. هلا بشكل عام بالليل مثل ما ذكرت الأجواء رح تكون معتدلة تحديدا بالمناطق الجبلية. الأجواء رح تستمر معنا هيك والحرارات رح تستمر بالارتفاع لنهار بكرة. بتوالي ارتفاع درجات الحرارة تكون معدل لنهار بكرة من 3 إلى 6 درجات مئوية بمختلف المناطق. والأجواء رح تكون من نهار بكرة أجواء حارة في أغلب المناطق تدينية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية معتدلة خلال ساعات الليل في المرتفعات الجبلية. استمر معنا الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع يبلغ الارتفاع ذروته يومي الثلاثاء والأربعاء بحسب درجات الحرارة الأعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية لمختلف المناطق. والأجواء رح تكون حارة نسبيا بشكل عام حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تدينية مغبرة أيضا بهذه المناطق. الرياح عم تكون بشكل عام غربية إلى شمالية غربية بالأجزاء الغربية من البلاد بينما تكون الرياح شمالية غربية تحتي في مختلف المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان اليوم 55 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والبادية السورية. تثير الغبار في هذه المناطق الرياح بتضل عليها نشاط اليوم وبكرة وبعد بكرة بس بعد بكرة بتخف شوي الرياح والهبات بتكون لنهار بكرة في حدود 60 كيلومتر بالساعة بترجع بتنخفض بعد بكرة نهار الاثنين لحدود 55 أو 50 كيلومتر بالساعة وتبقى الأجواء السدينية مغبرة هي شديدة الموقف. الارتفاع بدرجات الحرارة بضل مستمر معنا طيلة هيدا الأسبوع لحتى تبلش الحرارة تميل للانخفاض بشكل طفيف اعتبارا من هيدا الأسبوع لكنها تبقى أعلى من معدلاتها بس ببلش الانخفاض بالمناطق الغربية والساحلية قبل باقي المناطق لأنه ذروة الارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الساحلية رح تكون نهار الاثنين والثلاثاء بينما في باقي المناطق راح تكون يومي الثلاثاء والاربعاء. النصائح اللي دائما نحن بنوجهها تحديدا خلال هيدي الاجواء الحاره وكون هيدي الاجواء يعني اجت بشكل تدريجي ونحن بالجزء الاخير من فصل الربيع انه عدم التعرض لاشعه الشمس خلال ساعات الذروه لفترات زمنيه طويله وبشكل مباشر من الاجواء السدينيه المغبره نتيجه الاتربه والمساره بفعل الرياح خاصه بالمناطق الشرقيه بالجنوبيه الشرقيه بالباديه بالجزيره السورية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 32-17 القنيطرة 27-15 القلمون المرتفعات الجبلية 20-12 درعا 32-17 السويداء 28-16 المنطقة الوسطى 5-27-17 عمان 30-17 الساحل السوري اللاذقية طرطوس 26-17 الشمال حلب 31-17 إدلب 27-16 دير الزور المنطقة الشرقية 36-20 الرقة 34-21 السورية مدينة تدمر 34-18 أجواء مستقرة هذا الأسبوع وحرارة رح تكون أعلى من المعدل في مختلف المناطق ولكن تبقى الأجواء المعتدلة واللطيفة في المرتفعات الجبلية إلى ساعات الليل حتى منتصف هذا الأسبوع. نعم أستاذ حسان بدي أتشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتها وإن شاء الله هيك الأيام الجاية تحمل كل شيء خير لبلدنا الحبيب سوريا ونحن حنروح هيك لفقرة ظريفة يا هايدي حتى يعني بالقطع الموجودة على الطاولة هيك مريحة الصبح. صحيح ويمكن رشا ما في أحلى من السيدات السوريات يلي عم يتميزوا اليوم بمشاريعهم الخاصة وعم يتركوا بصمة كتير مهمة إلهم بعالم الهاند ميد. اليوم مشاهدينا رح نضوي على جهود وتعب لمشروع سيدة قدرت تبلش مشروعها من خلال مواد كتير بسيطة وقدرت أكيد تتميز فيه. رح نضوي على مشروع سيدة يمكن إلى كتير قطع مميزة وإلى أكيد يا هادي واليوم وقت اللي بنقول قطع مميزة وبنحكي مشروع بسيط تحول لمشروع أكبر ولا حلم جميل واليوم عم تشتغل عليه على أرض الواقع وهي اليوم عم تشتغل وتدرب معناتها اليوم كان في إصرار كان في إبداع لحتى تكفي هذا المشروع اليوم هو باب رزق لإلها ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال. مشاريع صغيرة شفناها خلقت خلال السنوات الماضية في سوريا وقدرت تعمل بصمة جدا جميلة بالأسواق السورية. روح اليوم عالم الشموع وصناعتها واليوم مرحلة التصنيع أهم الصعوبات. وضيفتنا لليوم هي السيدة عبير غنيمي. يسعد صباحك. تمام الاسم صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيك يا منضوي على مشروع كتير مميز مع حضرتك. خبرينا أكثر عن هذا المشروع اللي عم تشتغلي فيه أي ما تبلشتي فيه. مشروع الشموع كان بالنسبة لي مشروع تحدي لعرض شغل عمل بالأمانة السورية. إجاني فرصة عمل بالأمانة السورية بتتضمن أني أدرب إكسسوارات وإعادة تدوير بالإضافة للشموع.
أنا ما كان في عندي فكرة عن الشموع، ما رضيت أرفض الفرصة العمل، اتنين عطوني فترة 5 أيام بس لقدر ضبط وضعي. فهم شو القصة؟ وفتت على اليوتيوب وفتت على جوجل، بلشت بقى جرب جرب حلو. جرب وجبت المواد الأولية والحمد لله بعد 5 أيام قلت لهم أنا جاهزة. قال مع شموع؟ قلت لهم مع شموع. طلعت لهم شمع الجل، شمع الطباعة، شمع الحفر، الشموع العادية مع الديكورات والتصاميم، والحمد لله بلشت بمشروع الشموع. عجبتني كلمتك تحديت اليوم، يعني نحن بالتحدي ممكن نحن نعمل شغلات كتير حلوة بحياتنا، ننجح وبمشروعنا وبأحلامنا بكل شيء. اليوم رح نستعرض معك ست عبير بعض القطع اللي اشتغلتيها حضرتك، ونحكي اليوم شو دراسة حضرتك. يعني أنا دارسة تصميم أزياء وإكسسوار، واشتغلت بدراستي بس لقيت أنه ما وقفت الشغلة بس عن الإكسسوار. عملت دورات كتير مثل ما عم قل لك، شموع، صابون، منظفات، ريزين، تطريز. ما بحب انه حدا يقول لي بتعرفي هالشغله له ما بعرفها. حلو، بحب يكون عندي المام بكل شيء، انه الحمد لله بكل شيء بعرف اشتغل. حلو هيدا التحدي والشغف يلي عندك اليوم لهيدا المشروع. خبرينا اكثر، يمكن كيف تعلمتي بشكل عام اصول هيدا المهنه؟ هل اخذتي وقت طويل ام لا فورا اتقنتي اصولها لهيدا؟ هلا انا بصراحه خلال 5 أيام قدرت اني اعرف شلون بتصير. بس مع مرور الوقت قصير، مع مرور الوقت صرت تضيف لها شغلات انا من حالي، يعني مثل هالديكورات، القطع الخشبيه، هذا شمع مكسر زايد عندي ما تلفته هي اللي بايدي، حطيته صبيته بشمعه ثانيه حتى يطلع عنا هالالوان هي. بستخدم القوالب السيليكون كمان، برجع بضيف عليها هيك شيء مميز لحتى تعطينا فكره حلوه. يمكن اليوم مجال عملك بالتصميم خدم الفكره أكيد. يعني اليوم يعني الأمانة في قصص ما أنا كتير مطروحة بالسوق اليوم، هدول الخشبيات يعني أنت أشكال غريبة كان. جمال فوق جمال، يعني ضايفة لمسة جدا جميلة اليوم، الشموع ضمن خشبيات، يعني كتير حلوة الفكرة. يعني خلينا نحكي عن هدول الأفكار، هل اليوم عالم التصميم كان كفيل لإلك بتصميم، أو ممكن تدخلي إنترنت ممكن تشوفي اليوم من خلال المعارض رح نحكي فيها هي قصة ثانية، يعني اليوم أفكارك يعني خلينا نحكي عنها بشكل عام. هلا طبعا التصميم وهذا ساعدني كتير، والإنترنت كمان بيساعد كتير، بس بيبقى أنك أنت تحطي لمستك اللي أنت بتحطيها على القطعة. يعني هي مثل قطعة الخشبيات أنا ما شفت منها، أنا يعني وانا لفتت نظري حاولت اني هيك ابتكر شيء يكون خاص فيني انا. والحمد لله. طيب اليوم يعني يمكن القطع بتحكي عن جماليتها، عم نشوف اشكال عديده. خلينا نوضح مثل هدول القطع، هدول الصابون قد ايه بياخذوا معك وقت اليوم لحتى تشتغليهم؟ قد ايه المهنه يمكن بحاجه هي لصبر لوقت لحتى تنجزي القطعه اللي بدك اياها؟ تماما. هلا مثل القطعه هي اللي بايدك هي من مكعبات الثلج. حلو. بتتحمل تقريبا شي 3 أيام لتصير بهالطريقه هي. احنا بنجيب مكعبات الثلج بنحطها بكاسه وبنصب الشمعه عليها وبنخليها لتنشف لحتى يذوب المي كله والثلج منها، بيطلع عنا الفراغات الموجوده. يعني هي بتاخذ وقت. في قطع لا خلال ساعه ساعتين بتكون نشفانه. هلا عندك مثلا هلا مثل هي خلال ساعه بالكثير بتكون نشفانه وبتقدري انت تتحكمي فيها. عندك شمع الجل هاي صار في كمان تمام. اليوم بحاجة لدرجة حرارة معينة اليوم هذا الشغل أو؟ طبعا هلا الشمع بيتحمل وقت لينشف بالصيف، أما بالشتاء شغله كتير سريع وكتير بوقت كبير، يعني قليل بينشف. طيب عم نشوف كمان مجسمات أشكال، شو المقصد منهم؟ كيف عم تشتغليهم؟ شو الألوان اللي عم تستخدمها؟ هي عبارة عن قوالب سيليكون عنا هون استخدمتها من الشمع وهون من الجبصين. تمام. طيب اليوم شمعة هي بتشغل نظامي؟ هي هي بتشغل بس انا ماني حاطط لها فتيلة ولا هي كله بتشغل حرام نظامي. حرام حرام. طيب ست عبير اليوم دائما نحن بنعرف انه من خلال ضيوفنا ومن خلال البازارات والمعارض، اليوم هي فرصة لكم وبوابة للتسويق، بوابة للتعريف بمنتجاتكم بعملكم لتكتسبوا خلينا نقول من حدا ثاني خبرة او تعطوا خبرة. اليوم كنتوا كلية الآداب وكان عندكم معرض يعني جدا جميل، وهلا بعد فترة عندكم معرض ثاني من بكرة ببلش بكلية التربية بإذن الله. خلينا نحكي عن الإيجابيات ضمن
ضمن المعارض والبازارات، شو اعطيتك وشو اعطيتيها؟ هلا الايجابيات انه هن عم يوفروا لنا الحمد لله فرص لعرض منتجاتنا مجانا. يعني طبعا بشكر جمعيه الحرفيين والمكتب الاقليمي والسيدات اللي هن عم يحاولوا انه يساعدونا ليأمنوا لنا معارض بالكليات. يعني هذا كثير عم يوفر لنا شغلات، انه اجار الطاولات بالبازارات صارت كثير اسعار غاليه. صحيح، وانتم اليوم عم تعطوا خبره للطلاب والطالبات، يعني اليوم الطلاب بيطلعوا وقت اللي عم يتفتلوا ضمن المعرض يمكن هذا المشروع يكون مشروعهم الخاص فيما بعد. يعني صح كلامك، حتى انا بكليه الاداب اجوني طالبات يعني عم يدرسوا انه نحن انت بتقدري تعلمينا هذا الشيء، ولو انه مثلا انت تعطينا دروس خاصه بالبيتك او عن طريق الواتس او اي شيء، يعني هم حابين هذا الشغل اللي نحن عم نشتغله. طيب هي الاشكال الغريبه يلي جبتيها اليوم، نحن عندنا فضول نعرف انت من وين بتستوحي الافكار اليوم، بتحبي التجديد، بتحبي تواكبي دائما اي شيء ممكن جديد، اي شيء اليوم بيلبي رغبه السيدات او الصبايا، خبرينا اكثر من وين بتستوحي اليوم افكارك بصناعه الصابون؟ طبعا الافكار بستوحيها طبعا النت، ما شاء الله ما خلى شيء يعتبر علينا، بس نحن قد ما كان بنحاول نضيف لمسه تتركي بصمه. صحيح، لمستنا تكون موجوده على القطعه. شو هي بصمتك ستعبير؟ انه يكون في شيء مميز. حلو، برافو عليك. دائما الفنان كان تشكيلي كان بعالم التصميم كل شيء اسمه فن وابداع بيروح لوضع البصمه، كل حدا له بصمه خاصه، في ناس يعني من خلال شغله صغيره بتحط على القطعه بتقولي انه هاي القطعه هي مميزه فلاني، يعني بتعرفي بصمته من وجوده بالحاله. اليوم عم نشوف حاجه جبسين مع شمع بينكسر، هذا اجباري جبسين بينكسر. اليوم الصعوبات والمواد الاوليه، غلاء الاسعار، غلاء الاسعار في تنهار بتلاقي الاسعار كثير طالعه، فانت اليوم مضطره تزيدي سعر قطعتك بالاسواق. خلينا نحكي على الصعوبات بشكل عام، كيف قادره انت اليوم توفري موادك الاوليه وما ترفعي كثير بالاسعار كرمال تسويقيا تنجحي؟ هلا اجمالا اذا انا بدي اعمل لي اسم وجيب معجبين لشغلي اكيد ما حارفع باسعاري. انا رح يعني ححط حالي محل اللي بده يشتري هالقطعه، حيكون سعره اكيد انا سعر رمزي يعني. وغلاء الاسعار هي على الكل، بس الشيء اللي عم يفيدنا هو المعارض المجانيه اللي نحن عم نعملها، يعني عم نقدر نستعيد عن اغلاء الاسعار بالمعرض المجاني. عم تبيعوا وعم عم نحاول نعوض شوي انه من السعر القطع. يمكن هدول القطع اليوم بينطلبوا كسوفينيرات كهدايا اليوم بين الاشخاص، خبرينا اكثر كيف عم بيكون الاقبال عليهم وشو عم تلاحظي اكثر الناس عم تطلب منك تشتغليهم؟ هلا اجمالا تكرري من الطلب وتزيدي شغلك اكثر. هلا الاكثر شيء اللي عم ينطلبوا قطع الخشب كهدايا. حلو، هدول تماما مزوين هدول حتى لمولود لنجاح لاي شيء، والقطع اللي بتكون صغيره بيكون سعرها تقريبا اقل، وبتكوني عملتيها بكميات كبيره، يعني هون عم نساعدهم انه قطعه صغيره بكميات كبيره عم نحاول انه نساعد يعني الجميع. يعني الفكره حلوه على فكره، نحن وقت في يعني احيانا صبيعه بتروح هلا اللي عم تعمل هدايا سوفينير صغير بالولادات، يوم حلو نحط الاسم هون هايدي يعني. صحيح. ايه تماما، قطعه ايه؟ مميزه يعني وبتبقى يعني تماما. يعني عم نشوف الاسواق القطع اللي عم تنباع عم تتكسر او هيك، هي خلص لا هلا يعني. انا عملت مثل هاي القطعه لمولود وحطيت بالاضافه بقلب العلبه اول حرف من اسمه، او فينا نحط الاسم كامل او الاسم كامل بتصير تماما. طيب عندي سؤال، قد ايه بتضاين مدتها اذا شغلناها هي الشمعه؟ بتخلص هاي، هلا هي بتخلص بس هلا مثل اللي هي اللي هون على القطعه الخشبيه اللي بالقطعه الحديد هي ايه تمام، هي قطعه دبدوب، انا كنت فكرته طاوله كان واقع دبدوب هاي القطعه الحديد حتى لو ساخت بضل فتيل بقلبها، بترجع بتجمد بترجع بتشغليها من اول وجديد. حلوه فكره المعدن، بس ما في خوف اليوم كونه مع نار وخشب؟ لا 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 ما في شيء ابدا يعني. طيب اليوم خلينا هيك نروح لعالم التسويق وحكينا فيه، خلينا نحكي عن صفحتك الخاصه فيك على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا كصفحة خاصة، صفحتي الخاصة اللي أنا الأساسية اللي أنا بنشر عليها كل شغلي وبتنزلي عليها كل شيء، وبنزل عليها كل شيء بشتغله. بتعملي عروض وبتعملي طبعاً كذا؟ إذا ما عملنا عروض ما بيمشي الحال
تمام. ذكرتي لنا ببدايه حديثك معنا انه انت بلشتي فورا بهي المهنه وبهذا المشروع بشكل كثير سريع قدرتي تتعلمي، ولكن يمكن كثير من الاشخاص اليوم ببدايه مشروعهم بتلاقيهم عندهم نوع من الخوف والتوتر من راي الناس انه ممكن يزبط مشروعي، ممكن انا عم بشتغل بشكل غلط. خلينا نوضح، ما كان عندك هذا النوع من الخوف اليوم من ردود افعال الناس على شغلك بما انك بلشتي بهذا الشغل، ام لا كان عندك دائما الشغف والطموح انه انت خلص عم تشتغلي صح؟ لا، كنت واثقه من شغلي، واثقه انه رح يطلع معي. وفعلا وقت تفاجئوا انه انا قلت لهم ما بعرف اشتغل شمع، وقت قدمت لهم الشمع اللي انا ساورته بالامانه السوريه، هن تفاجئوا انه انت معقول ما بتعرفي تساوي شمع وعملتي لنا كذا تجربه. الحمد لله. واليوم هي التجربه اكيد بلشتي رجعتي عدلتي، رجعتي اضفتي. طبعا في اخطاء كثير بتصير معنا. لو وصلنا اليوم خلينا نقول انه نحن عم نقدم القطعه ببصمه عبير. شكرا ست عبير لحضورك اليوم. بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك الجميل، وتكوني ايضا انت حضرتك اليوم كوتش للشباب والصبايا تدريبي، تقدري تعطيهم افكار وتعطيهم من خلينا نقول من خبرتك كرمال يستفيدوا منها بالايام القادمه. شكرا لحضورك اليوم، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك، واكيد بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق بمشروعك. اهلا وسهلا فيك استاذ عبير. اهلا وسهلا. كملين بمشروعنا الصباحي، رح ننتقل مباشرة للتقرير التالي. وبمناسبة اقتراب انتهاء العام الدراسي وعلى خشبة مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي، أقامت مدرسة الشهيد عبد الفتاح نشيواتي فعالية ضمت لوحات غنائية راقصة ومعرض لوحات ورسومات فنية مميزة لعدد من الطلاب الموهوبين. تفاصيل أكبر مشاهدينا بالتقرير التالي. متابعة لوضعهم التعليمي وتحضيرا لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أقام مشروع جريح وطن ورشة تفاعلية لعدد من جرح الجيش العربي السوري في مدينة طرطوس بحضور عدد من كوادر مديرية التربية في المحافظة. نحن كل سنة مثل هالوقت قبل العملية الامتحانية بيصير عندنا ورشة تمكين تعليمي، بنلتقى مع جرح الشهادة الإعدادية والثانوية وبناخذ شوي من وقتهم، شو عندهم استفسارات، معلومات، أي أسئلة ممكن تخص العملية الامتحانية، وبنخبرهم شوي عن الإجراءات الامتحانية وشو الالتزامات اللي بدهم يقوموا فيها ضمن العملية. الجرح المشاركون في الورشة أبدوا استعدادهم لتقديم الامتحانات بعد المتابعة الجادة من مشروع جريح وطن، خاصة وأنهم مروا بفترة انقطاع عن الدراسة والامتحانات. جو كتير حلو وبيعطيك دافع علمي وبيخلي عندك هدف أنه أنت تقدم البكالوريا بثقة من شان الأعلى إذا الله راد، وشو الله بيسر معنا الحمد لله رب العالمين، وشكرا للجميع. بالتوفيق للجميع الجرحى. الورشات دائما بتحفز المعلومات بشكل جيد للشخص، خصيصا بالنسبة للعمر، بيكون العمر في فارق بالسن. بدنا نحقق نتيجة إن شاء الله، وما ناخذ معلومات هلا شو كيف التحضير والمواعيد، وان شاء الله والله يوفق الجميع. الورشة تهدف لتقديم الدعم اللازم للجرحى من متابعة للواقع التعليمي وتقديم النصائح ليكونوا على أتم الجاهزية لخوض الامتحانات القادمة ومتابعة مسيرتهم التعليمية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح كلا نحكي عن موضوع بهم جميع الطلاب والأهالي، يعني نحن عم نمرق هلأ بمرحلة الامتحانات، التعليم الأساسي بلشوا طلابنا، وبعد فترة أيام يعني أو خلينا نقول أسبوع أسابيع بتفصلنا عن الشهادات. هاي الفترة عم تكون هيك ضاغطة مربكة للأهل، متعبة نفسيا جسديا صحيا خلينا نقول على الطلاب وعلى الأهل. يمكن اليوم الأهل بيكون التوتر عندهم كتير كبير، وهذا التوتر بينقلوا أولادهم، وهذا الشيء نابع من خلينا نقول من عاطفة الأهل كرمال ابنهم يروح لأجمل النتائج وأفضل النتائج. يا هاتي صحيح يا رشا، أكيد هذا الضغط والقلق والتوتر أكيد بيرافق طلابنا بهي المرحلة، وأكيد هو شيء طبيعي، ما لازم أكيد كتير ندقق عليه، لا لازم نحن نحاول قد ما فينا ندعمهم نفسيا ومعنويا ونشجعهم أكثر على الدراسة الصحيحة واستغلال أكيد الوقت لحتى ينجزوا كل شيء بهمهم من المواد الدراسية. رح نعرف أكثر مشاهدين
فينا عن هذا الموضوع. بيسعدنا أنه تكون ضيفتنا لليوم الأستاذة فاتن نظام، مدربة تنمية بشرية وتنمية المهارات. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا. يعني إحنا أول شيء صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك. يعني جميع أنواع القلق يعني موجودة. صح. وصلنا اليوم للقلق الدراسي. خلينا اليوم بالتنمية البشرية، شو هذا القلق وكيف بيصيب الطلاب؟ يمكن بيصيب الأهل أكثر. والله بالفعل بدي أقول لك إياها. أول شيء بداية كلمة القلق، هو يعني القلق الامتحاني هو خلينا نقول حالة طبيعية. يعني إحنا أي حدا عنده امتحان، عندك مقابلة، عندك أي شيء، شو بصير في عندك رهبة من الامتحان؟ فهذا أمر طبيعي إذا كان بحدود الطبيعي، يعني إنه أنت صار عندك نوع من التوتر، يمكن اتضايقتي مثلا، فكرتي فيه زيادة، هذا ضمن حالة طبيعية. وبصراحه القلق اللي هو بيختلف من شخص لشخص، يعني في عالم مثلا بتكون نفس البيت بس في عندك ولد متوتر، حدا كثير متوتر وبيوتر الاخرين، وشو بيقول لك انه ليش ما عم تتوتر، انه ليش انه ليش طبيعي، مو طبيعي انت انه ما عم تتوتر. هذا نقطه، في كثير عنا عالم تمازج واختلاف بهالقصة. القلق الامتحاني اللي هلا بدي احكي عنه اللي هو عباره عن هو حاله نفسيه، حالة نفسية اللي هي ما بتجي بس أثناء الامتحان، لا هي بصراحة هلأ بتبلش تواكب الأشخاص والطلاب، اللي هي ببلش عندي نوع من التوتر، بصير عندي نوع من استعصاء الذاكرة، بصير في عندي نوع من أنه أنا نسيان. هي كلمة أنا كتير نسيان، ما أنا ما عم بتذكر شيء تماما، هي القصص هون بصير في عندي القلق الزائد اللي هو صار عندي مفرط، صار عندي تدهور بأمور الحياتية للطالب، اللي هو أمور سلوكية معرفية جسدية، حتى بتلاقي انه هو صار عنده الستريس عالي، تعصيب عالي، فهذا بكل الحيثيات. فالقلق اللي هون هو عبارة عن هون بخوف، هون بنقول تطلع له اعراض جسديه، اللي هو كثير في كثير عنا طلاب ببلش له تشنج البطن، وبلش مقعده هي، وبصير انه انا ما عم بقدر، او بصير عنده حاله من الاختناق انه انا ما عم بقدر اتنفس، شوفي ما عم بطلع تنفسي، وبصير بيعمل زياده. هذا قبل الامتحان، اما اثناء الامتحان فبصير عن الغثيات وسيارات الاسعاف. تمام. فهون في عنا حالات حقيقه انا لازم اراقبها، اللي هو ما قبل الامتحان. يعني للأسف الرهبة والخوف من قصة الامتحانات للشهادات لساتها موجودة يمكن، وبترافق كل الطلاب. تعرفنا من حضرتك دكتورة عن القلق الامتحاني، خلينا نحن هلأ نعرف شو أسباب هيدا القلق. هل ممكن تكون أسباب ضغط الدراسة وضغط التحضير، أو ممكن أسباب عائلية؟ خلينا نوضح أكثر شو هي الأسباب، ونحن كيف ممكن نقدر اليوم نتحكم بهي الأسباب كرمال ما تنعكس بشكل سلبي على طلابنا. خلينا نقول نحن في عنا عدة أسباب، اللي يعني في أسباب شخصية، يعني هو بحد مثل ما قلت انا في عندي اختلاف عنه. تماما، يعني هو من طالب لطالب في عنا مثلا تدهور بشخصيته، اللي هو عباره انه انا الا الثقه. تمام. الا الثقه بمعلوماته، الا حتى اسلوب دراسته اللي هي كانت يمكن عبثيه او اعتباطيه، انه فوضى تماما. فانت بس بده يسترجع اول معلومه، اذا هو خانته الذاكره فبيقول لانه انا غير قادر انه انا استمر بالامتحان. ممكن هي اسباب عائليه، وانا هون ما قلتيها يا حضرتك على انه التوتر او القلق الامتحان، هو بصراحة إذا أنت طلعتي مضبوط بالمكبر، هو القلق للأهل اللي هو حقيقة يعتبر من أهم الأسباب اللي عم بيخلوا الطالب يصير في عنده فوبيا، يعني مو بس إنه رهبة ولا فوبيا حقيقية، حالة استنفار بالامتحان، البيت كله هدوء، أي حركة، يعني هو دائما حلو الاهتمام، أنا مو ضد الاهتمام، وأنا خلي جو البيت إنه في حنا طالب بكالوريا أو طالب تاسع تماما، ولكن هو كمية الإفراط بإنه نحن ما في صوت، ما في حركة، ما في كذا، ما في ضيوف، ما في أي حدا، يعني رحت لا تصوير ولا مراق ولا شيء، يعني فأنت هون شو بتوصلي؟ فأنت حقيقة صار عندك حقيقة توتر، يعني إذا ما كان عندك توتر بصير عندك توتر. ثلاثة اللي هو عبارة عن المقارنات، اللي هو من أكثر الأسباب القلق الامتحاني، هو المقارنات الأهل، ابن جيراننا وابن خالتك وابن عمتك ونحن وكذا، هذا كمان إكس. بالإضافة اللي عنا عم بيكون في عندي الأهل اللي هي تعرف ابنها مدة 15 سنة بمستوى تعليمي معين، بمستوى قدرات، فجأة بالبكالوريا والتاسع بدهم يعملوا إنه هو صار نابغة. تمام. كيف شلون إنه أنا بصير طالبه هذا الجهد اللي أنا عم بطلب، إنه أنا بطالبه إنه بدك تجيب معدل عالي، دكتور بدك تجيب مهندس. تماما بدك تجيب إنه اختصاص معين. فهذا شو عم بيخلي؟ انت اذا كنت انت عم تدرسي طبيعي وبشكل طبيعي وعم تدخل معلومات بشكل طبيعي، كثر الضغط انه انا طب انا عم بستوعب هالقد، ولكن انا مثلا درجتي هي متوسطه، انا قدراتي وامكانياتي هالقد، ما تنكون نحن انه انا بدي اصير اعمله نابغه لابني، فانت حقيقه ارهقتيه قبل، وحتى اذا كان بده يجيب متوسط او جيد هو ما عاد يجيب، لانه صار في عنده
بيقول لك انه انا خنت اهلي، تصوري انه شفت المفردات قد ايه قاسيه اللي بصير في عندك الافكار السلبيه والداخليه للطالب، انه انا بدي خجلهم، انا ما بيضت لهم وجههم بهي المفردات، خيبت هذا خيبت املهم، هلا شو بدهم يحكوا عليهم، بصير بيترك دراسته بيطلع بالجمهور اللي عم يتابع هالنابغه انه شو بده تماما شو بده يصير معه. يا ويلو هذا الطالب اذا رفيقه او ابن حارته او ابن عمه جاب معدل اكثر، حياتا بحزن، حياتا بحزن، خاصه من الدائره الاولى الاقارب. صحيح. يعني هلا مثلا الاقارب اذا في عندنا بس شي بنت خاله او ابن خال بنفس المكان فهو حقيقه صار صعب، لانه في عندنا احيانا ما بعرف يا بغيبوا مثلا انه في نحن كل واحد قدراته وامكانياته. صحيح. هي طيب خلينا نروح بعد ما حكينا هيك عن الاسباب وهذا التوتر اللي كلياتنا مرقنا فيه. صحيح. يعني وكنا يمكن بفتره من الفترات نزعج من اهالينا انه عم تضغطونا كثير، يعني حرمتونا كل شيء بهي الفترة، ولكن فيما بعد بس تتزوجي ويصير عندك أطفال بتعرفي أنه هي كانت خوف ومحبة القصة. صح. يعني خلينا نروح هيك لطرق بسيطة اليوم كيف نحن قادرين نتخلص من هذا القلق. نحن عم نحكي عن مصطلح جدا تأثيره النفسي سيء، يعني أول شيء نحن يعني هلا ما بنقدر نقول نحن التسيب أنه ما في شيء وما عندنا شيء مهم، لأنه نحن المهم هو أنا بدي أحول هذا القلق إلى قلق إيجابي. كيف اللي هو انا عنا هدول الشهرين دراسه، لان انت بدك تحدد مستقبلك، فانت هون باول كلمه انا حولت القلق الى قلق ايجابي، بمعنى ماما هالسنتين وانت صرت شاب، هالسنتين صرت طالب جامعه تماما، فانا هون بقدر احولها الى قدر، بمعنى ان ارجي الصوره الذهنيه يلي هو عم يرسمها، مو نحن كلياتنا عم نرسمها معه. تمام. اثنين اللي هو من العلاجات المهمه انه انا خلي الامور طبيعيه، بمعنى اذا انا مثلا دراسه هذا الطالب هو ليلي، في ناس كثير هي بتحب تدرس بالليل. صحيح. انا ما افرض عليه انه انت بدك تدرس بالنهار، فانا خليه على حسب هو جسمه ساعته البيولوجيه هي امتى بتكون نشيطه جدا وامتى هي بتستقبل معلومات، انا بخليه بهذا الوقت. ثلاثه اللي هو عباره انا عدم فرض انه انا ساعه النوم انت لازم تنام هالقد وتقوم تشرب هالوقت، وكانه نحن صار عندي رجل آلة صار بالبيت، ما عاد هو انسان طبيعي، يعني انت هلا خلص وقتك استراحه، فانا لو كنت عم بقرا فقره انه لازم اترك وصار عندي استراحه. البرامج الوهميه اللي هي الضاغطه اللي هي احيانا بتعمل شيء ضد، فمن العلاجات الاساسيه نحن هلا صرنا مع يعني احنا خلصنا هلا وقت الدراسه هلا وقت المراجعه انا هلا بقول انه نحن لازم كثير الطالب يحضر لاول ماده بصراحه، الماده الاولى اللي هي عباره بمعنى انت اذا فتي على الامتحان انت عندك قلق امتحان ورحت جبتي علامه كويسه وبنفس الوقت صار في عندك نجاح، فهذا شو بيعطيكي دافع حقيقي ومحفز لانت تكملي امتحانك بالطريقه السليمه وتاخذ الاكسجين اللي هو الاكسجين الطبيعي. اما انا بدي اكمل بس انه بس مجرد ما عم بحكي وهيك فهون بتنضغطي، اذا انضربوا خاصه في عالم اذا انضربت اول ماده بصراحه بتسحب كل الامتحان، بتنسحب بتضرب كل المواد، بتقول لك لانت لك اذا هي الماده اللي انا واثقه فيها وحضرت لها كثير وانا خسرت فيها فمعناته انا ما بالك بالمواد الثانيه. فانا من العلاجات كمان بهي الطريقه، والاهم انه انا مثلا اشتغل على انه هلا ما عاد في انه تمسكي الكتاب انه تسمعي له بهي الطريقه انه تعال شوف شو قديش دارس، هي المباغة الصدمات اللي هي انه انا هات ارجيني شو دارس تماما، هي ارجيني شو دارس ما عاد تنفع تماما. انت مجرد ما عملتي او تأتأت او الطالب عمل اي قصه مو دارس يا لطيف شو راحت الدنيا، لا هي عباره استرجاع معلومات هي شوي شوي وما بدها الصدمات وانه انت كمشتي، لا هي عباره مو متابعتي انت كأم وكأب، فانت تابعي بالطريقه السليمه، مو انه مباغته، لا هو مو صدمه هو مو عدوك هو ابنك بالنهايه، ابدا ما في اي تعارف بيناتكم. يعني يمكن بلشنا بالعد التنازلي وفتره المراجعه قربت تخلص، اليوم اللي درس درس ولحق واللي ما درس يمكن بعوده الله، فخلينا نوضح اليوم خلال هي الدراسه اللي درس وخلال هي الفترة طرق لحتى يمكن يحافظوا على تركيزهم ويحافظوا على كل شيء درسوه كرمال الامتحان، شو فينا نعطيهم طرق للتركيز تكون صحيحة؟ أول شيء نحن تفضلتي قلتي اللي درس درس وما درس، نحن درس دراسة تفصيلية التحليلية، لأن عم نشوف بكل نقطة بكل قصة الرسمة شو عم وين مرتبطة أي سهم، هذا كله اسمه تفصيلية، لأن عم بدرس مثل عم ناكل أكل الكتاب أكل. خلصت هي، في عندي هلا صار
طلع من هذا التفصيلي في شيء اسمه ملخص او شيء شمولي اللي هو عندي النقاط الاساسيه اللي انا حسيت حالي انا ما كنت مركزه اللي هو الالم الفسفوري اللي هو بيكون مبين لي انه انا هون ركزي الالم الاورانجي اللي هو عندي هذا الاهم هذا مثلا مكرر كثير تماما فبلش عندي انا عم باخذ من هالماده مفاصل اساسيه هلا اللي هلا بيجي الطالب هو ما بيكون المراجعه بمعنى انه كثير تأديه هو عباره عن الاضاءه اللي هو حاططها بالاضافه للاسئله اللي هو بيكون مثلا في عندي ملخصات عم يشتغل عليها وهون نقطه كثير مهمه مثلا تفضلتي قلتي انه انت درست كامل متكامل هلا انت ما تلحق روح درس ملخصات نحن الخطا الكبير اذا درسنا كتاب كمل من الكتاب درسنا الملخص كمل من الملخص لانه ما انا بدي استرجع المعلومه انا بسترجعها بمكانها تماما يعني انا اذا صار في عندي اختلاف مكانين انا حقيقه بصير عندي املا الفراغ الثاني بصير بتذكر كلمتين تماما لا وحتى انت بس تتذكري اي معلومه انت بتتذكريها بتقولي اي موجوده بالصفحه على اليمين فوق قدامك كذا تمام فانت بتاخذيها هيك المعلومه اما انا بدي اتذكر المعلومه من مكانين فانت شو صار عندي صار عندي خلط بالمعلومات وما حتتذكرون الاثنين بالاضافه بما تنقول نحن على التركيز خلي الاهل كثير انه مثلا اذا سؤال لو الطلاب ما عرفاني يركزوا لهم اياه ويبينوا لهم اياه بالطريقه السليمه مشان هن يصير في عندهم استرسال باستدعاء المعلومه حلوه الفكره يعني كنا استخدمنا هذا الاقلام ونقعد نخطط ونكتب حتى بتحسي فيها راحه نفسيه وقت بتفتحي هذا الدفتر بتلاقي فيه كذا لون بيعطيكي طاقه حلوه ما تفتحي انه دارستي انه اوكي وانه في لون يعني اليوم عم يحرك لك هاي الصفحه اللي هي جامده هي كلها معلومات ممكن تكون علميه كثير ثقيله اليوم الناحيه النفسيه هي اهم شيء عند الطالب اليوم بحاجه لدعم الاهل لدعم المحيط واليوم هو دعمه لنفسه يمكن هو صح. أهم شيء خلينا نحكي عن هاي الناحية وأهميتها أول شيء الدعم لنفسه هو عبارة أنه أنا تعب هالسنة كلها وهلأ دائما البكالور هي سنتين يعني من وقت الصيفية البكالور هنا بلش الدروس هي عبارة أنه أنا دائما في عندي أنه أنا بدي أشرب هالكاسة للآخير تمام بس أنا في عندي بقياني شهرين وأنا ببلش مرحلة جديدة دائما كل واحد أنت بدك كبر التحفيز أنت كبري له الحلم تبعه بمعنى أنه ماما هانت الأمور صارت بخير يلا بقيان لك شهرين وكب تفتح عندك حياتك الجديدة هي جامعة أمورك أنت صرت شاب يعني نحن بصير عنا اختلاف شوفي هاي المرحلة مرحلة مفصلية أنت بلحظة بين اللحظات كنت عم تتعاملي مع هذا الطالب هو طفل مراهق فجأة صار شاب تمام شوفي قديش المفردة كتير حلوة وتقيلة اثنين اللي هو عبارة انه انا هذا الامور النفسية اللي هو الدعم بالكلمات والمفردات يعني الدعم اللطيف الايجابي وليس اللي هو المفرط يعني ما بدي اقول له انه انت اذكى واحد واشطر واحد وانت ما صار مثلك اثنين لا انا بدي احكي بطريقة انه ماما انت تعبت ولكل مجتهد نصيب تمام اللي هو هذا من الدعم بطريقه لطيفه وانا ما اعطي اوبرا حتى بالدعم والتحفيز لانك انت اذا انت قلتي لابنك انت البطل وانت المبدع وهيك وهو جاي مثلا سؤال ما زبطت معه شو بصير معه خيبه ابدا سكرت معه نهائيا وين البطل بالقصه هي عباره انه ماما لكل مجتهد نصيب انت تعبت انت لازم تاخذ بمعنى انه هذا القلق اللي هو بصير عنا بمعنى انه انا تعبت بالضغط الحكي وكذا مثلا اخواته مثلا بعده عن الغرفه هو عنده بكالوريا بلحظه من اللحظات انا ما بدي اشعره لابني انه هو صار ما دخلوا بعائلتنا نهائيا اي تماما او انت نخلص بقى من البكالوريا لا هي بطريقه طبيعيه ولطيفه بس بنفس الوقت انا لا بدي هي الجو بدي هي البيئه اي كلمه مثلا تزعج ما لازم احكيها لانه هو شوفي كل حياتنا هو دائما هو القصه هي نفسيه الحاله النفسيه انت كنتي مزاجيه حلوه حالتك النفسيه رواق اكيد انت كنتي مثلا مزاجيه سيئه فانت جسمك بيمرض تمام اللي هي ضربه الحاله النفسيه ما عم نقول احنا عم تتعب عنا مثلا سيارات اسعاف بتلاقي احيانا وبالامتحانات صحيح هذا على ابواب المراكز كله بيضرب اذا حدا حاله بالقاعه صار عندها غثيان او اضطراب معين انت الحاله النفسيه انتقلت على كل القاعه نحن بدنا نحاول حتى نحن كموجهين كمراقبين رجاء هيك يعتبرون كانه اولادكم انه انتم ما تحاولوا تضغطون لا كلمات ولا مؤثرات حتى بحركات النظرات يلي انه انت كمشت اللصي اللي هو عم مثلا عم يحرك راسه فهي يمكن معلومات وتفاصيل كثير مهمه يمكن احنا فعلا ما بنقدر نكون قد ما حاولنا نكون رايقين ما بنقدر يوم بموضوع الدراسه والامتحانات
يمكن دكتورة بالبداية حديثنا معك ذكرتي أنه هذا التوتر والقلق دائما يمكن بيضل مرافقون داخل القاعة جوا بورقة الأسئلة بالقاعة الموجود فيها. طيب إذا بدنا نعطيهم نصائح لقبل بيوم امتحان، كيف نحن بنقدر نجهز طلابنا نفسيا ومعنويا ودراسيا لحتى يلجأوا للامتحان؟ قبل بيوم اللي هو أنه أنت لازم تنام كفاية من النوم، حاولوا قدر الإمكان خاصة أول مادة سواء كل المواد بالامتحانات الرسمية للتاسع أو البكالوريا حاولوا تناموا. في طلاب هلا انه لا ما بنقدر ننام، بدنا نضل سهرانين لاخر وقت صباح. الشغله الثانيه اذا ضلوا صاحبك التوتر لاخر امتحان انت خسرت، انت ما ربحت، وهذا اللي احنا بنشوفه. في ناس هي خاص بوقف القلق الامتحان بعد الماده الاولى، في ناس بتصاحبها كل يوم نفس الشيء، بالاضافه للاهل اللي هو عباره انه انت مثلا ما بدك تودعه لابنك على اساس بيته هو على الحرب على الامتحان، هو رايح على الامتحان وطالع بلا هي الحركات الاحتضان الكثير او البكاء او التوتر. الاهل رجاء انتم ما تعطوا التوتر بطريقه انه تضلكم طول الوقت عم تعطوه كلمات مثلا انتبه دير بالك من على اليمين من على اليسار، خليه بطبيعته باسلوبه لهو يقدر يمشي بهي الطريقه. الاقلام ما تكثروا له الاقلام لانه هي عباره انه قلم واحد او قلمين، خصص ما بدها مجموعه اقلام لانه بركي حظك وبركي نصيبك. لا تفوتي بكلمات انه في حظ وفي نصيب، هو انت درست هتاخذ وتحصل على نتيجتك، بس انت روق امورك والامور بخير ان شاء الله، وان شاء الله كلنا موفقين. امين يا رب. وبلاها اليوم التجمعات على ابواب المراكز، يعني هي لحالها هو اخطر من انه عادي يعني انت بتحسي انه هن فاتوا يضلوا يخافوا يطلعوا، هن فاتوا على الحرب فعليا فعليا، ويا رب ينتصروا ويطلعوا لنا وهيك تمام. اطلع اهلي برا تمام ان شاء الله، هيك تمضى هاي الفتره بسلام ورواء. اليوم مثل ما قلنا الاهالي يعني خافوا، واليوم هيك ان شاء الله بتوفق لكل طلابنا ولكل أهاليهم، الله يجبر بخاطر الجميع. دكتورة بدي أشكر حضورك لليوم، الدكتورة فاتن نظام، دكتورة بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية. شكرا. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتورة ولوجودك معنا لليوم سمين. وأكيد كل النجاح والتوفيق لطلابنا بامتحاناتهم، الله لا يضيع لهم تعبوا أكيد، إن شاء الله يا رب يتكلل كل جهودهم بالنجاح ويفرح قلب أهاليهم فيهم. وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي، يا رب هيك كنا خفاف على قلوب وقدمنا لكم كل المعلومات اللي بتهمكم. بقية نهار حلو لكم، إن شاء الله بيحملكم كل الخير والصحة، وتقضوه دايما مع الأشخاص يلي بتحبوها. تبقوا بخير وتبقى بخير يا رشا. شكرا لك. هاني ناكو شكولا إن شاء الله. حلوان النجاح شكولا إن شاء الله، هيك بالنجاح وأتوفيق للجميع. كل الشكر للكادر الفني اللي رفعنا بالكنترول لليوم، وأكيد المصورين والمعدي حلا سلمان. لقونا بكرة بموعد جديد وضيوف جداد وفقرات جديدة. من هلأ لوقتها كونوا بألف خير، بيت نهار حلو لكم بالخير والصحة، وجبران الخاطر، باي باي.